من الاستثمارات داخل العاصمه الاداريه نروح لدور وزاره الزراعه، لانها بتقوم بجهد ممتاز الصراحه الفتره اللي فاتت، وبالذات في التحصينات ضد مرض الحمى القلعيه بهدف الحفاظ على الثروه الحيوانيه من الاوبئه المنتشره الفتره دي بين الحيوانات، وبتسبب طبعا في نفوق عدد من الحيوانات في عدد من المحافظات. وزاره الزراعه بقى اكدت ان حتى الان وعلى مدار 3 ايام فقط تم تحصين 500,000 راس ماشيه، ده على مدار 3 ايام اللي فاتوا. هيوصلوا لعدد قد ايه؟ الهدف من التطعيمات هيوصل لايه؟ هل في كل المحافظات ولا لا؟ بالاضافه لمجهودات مهمه جدا كمان بتقوم بيها وزاره الزراعه الفتره اللي فاتت. خلينا نروح لدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه والصلاح الاراضي. يا دكتور محمد صباح الورد عليك. صباح الورد على سيادتك يا وزاره. دور مهم جدا، وبيبين وزاره الزراعه واخده بالها من كل الحاجات، من ضمنها طبعا الثروه الحيوانيه والداجنه، ومن اهمها كمان التطعيمات اللي بتتم. 3 ايام تطعم 500,000، فاعتقد انت عندك عدد كبير عايز توصل له. الحقيقه طبعا هو بالنسبه للجهود اللي بتقوم بها وزاره الزراعه وطبعا الهيئه العامه للخدمات البيطريه في مجال تطعيم وتحصين الحيوانات ضد الامراض الساريه وحتى الامراض الغير ساريه، يعني في امراض بتبقى موجوده عندنا احنا بندي لها تطعيمات للوقايه عشان نمنع ان تحدث اصابه بيها. الحقيقه احنا عندنا مثلا مرض الحمى القلعيه، مصر خاليه من الحمى القلعيه، ولكن في بعض دول الجوار فيها هذا المرض، فاحنا بندي تطعيم علشان نحافظ على ثروتنا ورؤوسنا من او رؤوس الماشيه المملوكه على يدينا من اي يعني احتماليه اصابه بالمرض او حاجه. كمان احنا عندنا مرض الحمى القلعيه الحقيقه احنا بنقوم بجهد كبير جدا للوقايه منه من خلال حملات التحصين المستمره اللي بيقوم بها الاطباء البيطريين، لابد ان احنا نوجه لهم التحيه، لان تم تكثيف حملات التحصين بدل ما كانت بتبقى مرتين سنويا بقت بتبقى موجوده 3 مرات سنويا. ده فكرته ايه؟ فكرته ان احنا نخلي تتر المناعه او نخلي معدل المناعه اللي موجود الاجسام المناعيه اللي موجوده عند الحيوان تكون دايما على مستوى عالي بحيث انها تقدر تقاوم الاصابه. والحمد لله كان خلال الفتره الاخيره كان حجم البؤر المصابه كان في انخفاض كبير جدا وملحوظ في حجم البؤر المصابه، ما كانش في تقريبا بؤر مصابه تذكر في مرض الحمى القلعيه، يدل على ان الجهود اللي بتقوم بيها الهيئه العامه للخدمات البيطريه ووزاره الزراعه والاطباء البيطريين في وزاره الزراعه دورهم حيوي وهام جدا في الحفاظ على رؤوسنا والثروه الحيوانيه المملوكه لدينا. احنا السنه اللي فاتت كنا بنطعم طعامنا اكثر من 10 او ما يقرب من 10,000,000 راس، ان شاء الله احنا السنه دي برضو بنستهدف ان احنا نستكمل هذه الارقام. طبعا احنا تم تطعيم اعداد كبيره خلال الحملات السابقه، واحنا بنستكمل هذه الحمله ان شاء الله، وباذن الله مش هيكون في حيوان موجود في مصر غيره وهو واخد تطعيماته اللازمه اللي بتحميه من الامراض الساريه والامراض الموجوده في بعض الدول. دكتور محمد انا عارف ان علي الوزير ماشي بمنهجيه محترمه جدا، من ضمنها تحصين رؤوس الماشيه اللي موجوده وايضا كيفيه زيادها، انا عارف زيادتها، انا عارف ان عملتوا بروتوكول تعاون مع منظمات مجتمع مدني في احد المحافظات عشان تزودوا راس الماشيه الفتره اللي جايه، واعتقد الضخ فيها اكتر من 1,000,000,000 جنيه، فانتوا ماشيين بالتوازي ما بين تحصين اللي موجود وزياده العدد. طبعا احنا عندنا في هدفين احنا بنشتغل عليهم في المنظومه الزراعيه بالكامل، سواء انتاج نباتي او انتاج حيواني او داجيني او سمكي. الهدف الاول ان احنا عايزين نعمل توسع افقي في المنظومه الزراعيه. يعني ايه؟ يعني ان احنا عايزين نروح مناطق ما كناش بنروحها قبل كده نبدا نكون موجودين فيها، نبدا نزود من حجم الانتاج فيها، وان احنا كمان يبقى عندنا توسع راسي، ده الهدف الثاني، ان احنا الانتاجيه اللي موجوده تزيد بشكل كبير بشكل متزايد، يبقى عندنا تكثيف لحجم الانتاج، الرؤوس اللي موجوده عندنا تبدا تتضاعف، حجم الانتاجيه بتاعت الراس نفسها يزيد ويتضاعف، وده يحسن من جوده الانتاج وكمان يزود من ربحيه المربي نفسه، لان الحقيقه احنا كل يعني زي ما حضرتك عارف حجم الجهد هو واحد، المكان واحد، الاكل واحد، الشرب واحد، كل المعاملات واحده، ولكن لما بيكون عندنا رؤوس عاليه في الانتاجيه بتدي هامش ربح اعلى للمزارع او المربي. وكمان احنا عملنا الكلام ده من اكتر من شكل، اول حاجه احنا عشان نعمل توسع افقي عملنا المشروع القومي لاحياء البتلو، وده كان فكرته ان احنا نزود من عدد الرؤوس، وكمان بنستهدف فيه صغار المربيين والمزارعين اللي هم بيملكوا رؤوس اقل من 10 رؤوس. الحاجه الثانيه عندنا مشروع لاستكمال الطاقات الفارغه، وده بنستهدف بيه المربين الكبار او اصحاب المزارع علشان نعظم من حجم الانتاج لديهم ونستكمل الطاقات الفارغه اللي موجوده لديهم بتوفير التمويل اللازم لذلك. كمان عندنا تحسين بقى للسلالات، وعملنا ده اكثر من بروتوكول، كان في بروتوكول مع البنك الزراعي المصري طبعا بالتنسيق مع الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني علشان نجيب رؤوس عاليه في الانتاجيه ونديها للمزارعين والمربيين بحيث ان احنا نحسن من جوده انتاجهم. كمان الحقيقه في عندنا مشروع لتحسين السلالات من خلال التلقيح الاصطناعي، وده مشروع كبير هدفه ان احنا
نحسن نعمل تحسن تدريجي في السلالات المملوكه لدى الفلاحين والمربيين من خلال ان احنا نعمل تلقيح اصطناعي ليهم بسلالات عاليه في الانتاجيه، فيقوم مع استمرار عمليه التلقيح الاصطناعي دي يبقى في تطوير مستمر في السلالات وبالتالي زياده في معدلات الانتاج. الحقيقه في جهود كبيره بتقوم في هذه المنظومه بشكل كامل، واظن حضرتك كمان شفت استفتاء السيد الرئيس لادخال او المزارع المستهدفه ان احنا عايزين ندخل مليون راس ماشيه جديده على مراحل، واكيد حضرتك شفت المزارع اللي تم افتتاحها في محافظه الفيوم، وكل الساده المشاهدين اكيد تابعوا هذه الانجازات. الحقيقه ملف الزراعه وملف الامن الغذائي ملف هام جدا للدوله المصريه، اولى اولويات الدوله المصريه، كل الجهود اللي بتبذلها الدوله هدفها تعظيم هذا المجال، التوسع فيه بشكل كبير بهدف ان احنا عايزين نحسن من الغذاء وتوفير الغذاء للمواطنين. دكتور محمد قرشه المتحدث باسم وزاره الزراعه والصحه الاراضي، كل الشكر لحضرتك، مجهود مهم جدا. اكتر ما عجبني في مداخله الدكتور محمد هو ان واخدين بالهم من المربيين، لان هم المربيين كانت بتبقى مشكله كبيره جدا، انه ممكن بيتسرع في الذبح، ما بيزودش الطاقه الانتاجيه بتاعته، بيستسهل الربح او بيسرع الربح، انما تكون وزاره الزراعه بنفسها واخده بالها من ده وتدي له كل المقومات النجاح، ده هيزيد من الطاقه الانتاجيه وصولا بقى للاكتفاء الذاتي. ما نحتاجش في المنطقه دي تحديدا وهي الرؤوس الماشيه والثروه الداجنه او السمكيه او الحيوانيه نكون محتاجين اي حاجه او نستورد اي حاجه، نكون عندنا اكتفاء ذاتي ليها.